التوفيس ايفرتون وضع من لاكيجي يعدي لاكيجي واحنا قاعدين يا مالي وكذلك كارن بوتش بالسيطرة كورة بالراس كورة بالراس يا عكيشي واحنا قاعدين شوف اللي تأدبه وانا عاملة نفسي ناي 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 يعدي يعدي نعيم نعيم سليطي يلا يا نعيم مرة واثنين رايا ومن مساكني واحنا قاعدين كان بالإمكان أن يمرر الكرة على يساره على يمينه فرصة أخرى تضيع للمنتخب التونسي يسترجعها يوسف يعطيها في دار المدافعين جول لا جريمة من قصة من الحكام اليوم ناو كرة تجاوزت الخط النهائي للمرمى شوف يا شباب لا ضربت على القائم واحنا قاعدين كرة ورا الخط النهائي للمرمى عملناه هناك وابي الخضراء ويعدى لا 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 واحنا قاعدين والكره ما تمشيش للشباك شوف كره معلول وراسيه المساكني واحنا قاعدين هنالك مخالفه لعب تعدي ويصدر ويا يوسف وتسلل 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 واحنا قاعدين